هذا الغار الذي يلتقيان فيه قيس وليلى. بسم الله، حنا الآن في الغار. داخل الغار، غار قيس وليلى. إلى جبل التوباد اللي هو فيما يخص امرأة قيس وليلى في هذا الاتجاه. هذا جبل التوباد اللي هو مسار قيس وليلى، يقال انهم كانوا يجتمعون في هذا المكان. هذا الجبل تقعد فيه غار قدام جبل التوباد، شاهد على قصة حب بين قيس وليلى في العام أو القرن الهجري الأول. فوق هذا الغار، غار ليلى قيس وليلى. يقال كانوا يلتقون في هالمكان. هاي الصعود تحت، روح داخل الغار، غار قيس وليلى. يقال انهم كانوا يجتمعون في هالمكان يتبادلون الحب والشعر. من امام الغار جبل توباد في المملكة العربية السعودية، في الطريق الى وادي الدواسر، منطقة الغيل. هاي المدينة الغيل، زارع. هاي جبال طويق هكذا اسمها، نهاية العالم. يكون من مدار السرطان حوطة بني دميم في الاتجاه إلى وادي الدواسر. حياكم، جولتنا تبدأ من هاي الأماكن. متجهين إلى جبل التوباد اللي هو فيما يخص قيس وليلى، على ما يقال كانوا يلتقون في هذا المكان. سوف نتجه للجبل. وصلنا عند قصيرات عاد، مجموعة من المباني قديمة، قصور، في واحد هنا وواحد هناك. هاي القصور، هاي قصيرات عاد، الأفلاج باتجاه وادي الدواسر. بسم الله، هاي دخولها من فوق. في كذا على واحد هناك قصر آخر. المنطقة كلها شكلها كانت بنفس هذا الشكل. هذا القوس في الطريق إلى نجران. كمان جاي
عالي شوي. كمان جميل هذا الطريق إلى نجران. والهلال فوق. هذا قوس حمى طبيعي في الطريق إلى نجران. طبيعي هذا قوس. هذا الهلال فوق. فوق قوس مع الهلال.